سلطة فاهيتا دجاج، بدنا لخلطة الدجاج صدر دجاج مسحب ومقطع، زيت نباتي، ملح وفلفل، سيزن بهار دجاج، ثوم وبصل بودرة، بابريكا خشنة. غيري وقيمي وحطي بالبهار زي ما بتحبي، مش مهم. للسلطة رح نحط ذرة معلبة، جزر مبروش، ملفوف أبيض مبروش، فلفل رومي ألوان مقطع جوليان، شيبس ستيك للتقديم اللي هو الأصابع، اختياري طبعا بس يعني عشان شخصي. للدريسنج رح نحط زيت زيتون، عصير ليمون، رانش صوص، فرنش صوص، دبس رمان اختياري وملح. تمام، يلا هاي فتتنا صارت جاهزة، حطيناها بطبق يليق بقيمة هالفتة المرتبة صراحة. أيوه عيونكم، فعلا هي السمنة صراحة بتغير كل المضمون. خلنا ناخد صحن سلطتنا الثاني لنقدم السلطة بشكل سريع. نقول دريسنج، إذن إحنا بنقول عصير ليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، بنقول زيت زيتون، معناته في عندي ملح، هاي ملح كمان من الكسيح لغنى، تمام هيك. وبعدين بدنا نحركهم مع بعض، هم هدول اللي رح أنزلهم على الخضار فقط، اللي هي عصير الليمون وزيت الزيتون والملح. أما بالنسبة للصوصات فرح أنا أستخدمها بعملية التقديم. هلأ للدجاج فينا نحطه مع الخضار نخلطه، فينا نحطه مع الدريسنج، كلها أمور اختيارية. الدجاج أنا مقطعته ستريبس أصابع أو عاملتي، هذا بيحكوا له تندر مثلا، أو ممكن تجيبي مقطع جاهز. رح نعمل له خلطة خفيفة سريعة، وانتي بهري بالبيت زي ما بتحبي أو حسب البهار الموجود. رح نجيب أصابع الدجاج الستريبس، رح ننزل عليها توم باودر، بابريكا خشنة، بصل باودر، سيزن الدجاج البهار الأمريكي اللي رح يعطيني اللون الأورنج اللي هلأ رح تشوفيه، زيت زيتون أو زيت نباتي زي ما بتحبي، وملح وفلفل. هاي زيت نباتي، ملح للدجاج وشوية فلفل أسود. هلأ فيكي تحت شواية الفرن أو بالمقلاية تقلبيهم، شوفي كيف بصير لونه أورنج نفس اللي هلأ رح تشوفيه قدامي. إذن هو مش صبغة، هذا من البهار. وهي صار في عندي قطع من فاهيتا الدجاج الستريبس ريدي، اتفقنا؟ بتروحي فيهم بتشويهم وبتجهزيهم. بعدين رح نغير الجلوفز أكيد، وبعدين يا ستي العزيزة رح نبلش نبني في صحن السلطة تبعنا علشان نجهز له تقديمه. اللي رح يصير رح نجيب ملفوف أبيض مبروش، وجزر كمان مبروش، وفلفل رومي أصفر أحمر أخضر، فهيتا تحبي تحطي فطر أبيض بصير، وهي أحمر كمان. رح نحط ذرة معلبة، تمام، والشيبس رح نخليه فقط للتقديم. هلأ هون رح نخلط الدريسنج ونحطه، اللي هو الليمون والملح والزيت، لأنه هاي النكهات كلها بدها نكهات صح، بدها نكهات واضحة. فرح نحركهم مع بعض، بسم الله. شايفة ما أحلاها؟ ألوان طعمة ونكهة طيبة غير شكل. فيك تحطي صوصات مع الدريسنج وتخلطيه معها، بس هذا الإشي بالبيت على الشاشة ما بيطلع منظره حلو، ما بيكون مشهي. أنا لو بالبيت بخلطهم مع الخضار، بس إذا كان عندي ضيوف ما بخلط، رح أعمل زي ما أنتوا رح تشوفوا هلا بخطوط طولية عشان أنا ما أضيع هيبة الألوان اللي أنا حطيتها بالسلطة، بس هذا هو السبب. تمام، حركها كمان، أيوة هيك الأمور بالسليم. رح نجيب صحن التقديم، وننزل صحن السلطة بالوسط، بسم الله. شايفة ما أحلى الألوان، هالطريقة. وبعدين رح نجيب الدجاج اللي أنا محضرته، نفس الإشي بس حضرته لحتى نقدمه بالشكل النهائي. والشيبس هم بيحكوا له ستيك، ممكن تجيبي لي نكهه الشوي، ممكن بابريكا، ممكن سور مع بصل، مالح، خل، انا جبته مالح ازكى.
وهي الدجاج عندي صار جاهز. رح اعمله هيك بطريقة حلوة تكسر الوان الطبق. هيو شايف السيزن ايش بيعطي الوان رهيب. هذا بهار امريكي، شفت امبارح على الفيسبوك ست عم تسأل عنه، اتمنى تكون عم تحضرني ان شاء الله. شايفة لما بتخلطي معها الصوص صراحة بيكون كتير حلو، لانه بيمتزج مع بعضه البعض، يعني بيكون فكرة حلوة وبطرى الدجاج. هلأ رح اجيب فرنش صوص، بسم الله الرحمن الرحيم، بهالطريقة اللي هي الصلصة الفرنسية، كتير زاكية وطيبة. ما عندك حطي مايونيز وكاتشب مع بعض وشوية خردل، امشي الحال. فرنش صوص الأبيض على الدجاج خليكي، والباقي بتخليه جانبي للي بده بيزود. صوصات نكهتها قوية، دبس الرمان رهيب اختياري مع الدجاج هيك تندر، يا سلام. شفتي رح ازود شوي فرنش صوص عشان ندمج الالوان الحلوة، وبعدين رح اقدم طبقي مع شوية كمشة شابس ستيك مالح. بسم الله العشوائية حلوة بس مش دايما، بس لما تكون مدروسة بتكون الامور بالسليم. وهيك بنكون قدمنا صحن سلطة كتير حلو ومرتب وعلى ذوقكم. ممكن نحط له شوية بصل اخضر كيرلي، بس كرمال احنا نكسر الوان ممكن نحط لها عرق نعنع، براحتك اللي بناسبك وانتي بتحبيه اكيد. وهيك بتكون خلصت اطباقنا لليوم وقدمناها بالشكل النهائي، فتت الكباب مع الخضار المشوية اللي هي بصل، بندورة، فلفل، ممكن تحط توم برضو كمان بيزبط، وبالاضافة لصحن بالإضافة إلى صحن السلطة اللي كله ألوان حلوة. إن شاء الله حياتكم كلها دايما ألوان بحلاوة الألوان الموجودة مقابلي. أنت بالبيت لو قطعتي مكعبات صغيرة الدجاج وتبلتي كل الخضار والصوصات مع بعض بطلع كمان النكهة تمام. كل شيء بتعمله ست البيت بإيدها الحلوة، نفسها الطيب وبحنية قلبها، كل شيء بيطلع غير شكل، حتى لو كان صحن اللاية. فالرضا والقناعة هو أساس الحياة، بالأكل، بالشرب، بالشغل، بكل مكان. طول ما أنت إنسان راضي وصبور، والله يجعلنا إحنا وياكم من الراضيين الصابرين دائما. دير بالكم على حالكم، بودعكم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله تعالى، وبكرة كبدة الدجاج وكمان سلطة الكينوا الملونة مع المانجو والأفوكادو. ديروا بالكم على حالكم، بشوفكم غدا إن شاء الله. باي باي.